من السيد كذا عبد جهة. الحفيظ، ودي معلومه، احد او هو يعني من الناس اللي كانوا مصممين جدا على جيرالدو جدا، فاهم؟ فهو بصراحه لا، عنده هو نظرته نظره. بصراحه طب سريعا كابتن محمد يوسف قبل ما نروح طبعا كابتن القمر. محمد يوسف طبعا بتتكلم على يعني مدير فني خد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي في موسم كان صعب جدا اللي بالظبط، كان 2013، وعارف امكانيات اللاعبين اكيد المصريين طبعا، فهيساعد وبيقدر النهارده يلعب، بيعمل بعض التغييرات البسيطه اللي تخليني ابدا امشي بشكل جيد واحسن النتائج بتاعه، وحتى علاقته باللعيبه يعني دايما بيرفع من معنوياتهم، واعتقد لعيبه النادي الاهلي كانت محتاجه هذا الامر بعد الخروج الافريقي وبعد الخروج العربي. تمام. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي في الصوره، يعني المؤتمر على وشك البدايه بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، وايضا الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، وهو اللي هيقدم هذا المؤتمر في ظل حضور غفير من الشخصيات الاعلاميه والصحفيه داخل القاعه الخاصه بهذا المؤتمر الصحفي. هنروح يا جماعه دلوقتي للمؤتمر؟ لسه. طيب لسه المؤتمر ما ابتداش، وهو يعني اكيد هياخد يعني على وشك البدايه خلاص. طيب كنا بنتكلم عن كابتن محمد يوسف، ايضا معاهم كابتن سامي قمصان، هو اعتقد احد المدربين المميزين واللي كان ليه دور كبير مع حرس الحدود ان هم يكونوا متواجدين في الدوري الممتاز، ايضا اكيد هيكتسب خبرات وهيكون اضافه للجهاز. اكيد نتمنى له اكيد طبعا كل التوفيق. برضه مش عايز انسى برضه دور الكابتن عادل مصطفى، واحد من بالنسبه لي طب افضل محلل ممتاز في اكيد العالم. طيب سريعا نروح للمؤتمر الصحفي الخاص بمستر لاسارتي من مقر النادي الاهلي في الجزيره، نروح بسرعه نشوف وقائع المؤتمر. تفضلوا. كل الشكر للزملاء الاعلاميين والصحفيين والمصورين اللي بيشاركونا النهارده في فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد بمشيئه الله للاعلان عن كل التفاصيل الخاصه بالتعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السيد مارتن لاسارتي. بالتأكيد كل هذه التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الله يتفضل. السلام عليكم. يمكن في البداية يعني طبعا مبسوط جدا بكم الناس اللي موجودة بتغطي المؤتمر، اهلا وسهلا بيكم. برحب طبعا بمستر مارتن، ان شاء الرحمن باذن الله تبقى حاجه موفقه جدا بالنسبه له، ان شاء الرحمن نعمل حاجه معاه ويعمل حاجه معانا، يبقى احنا هو كمان اداره. زي ده او حدث زي ده تسمعوا من الراجل اكتر ما تسمعوا مني، احنا مش غراب على بعض يعني، فبالتالي الكلام هيبقى موجه للراجل بشكل اكتر شويه، لكن بعيد وقرر. شكرا جزيلا لحضوركم وتشريفكم النهارده ان شاء الله. كابتن سيد، بس قبل ما نسمع كلمه السيد مارتن لاسارتي، يا ريت حضرتك تقول التعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي ومده التعاقد، توقيت توليه المهمه. اكيد دي استفسارات محتاجينها الزملاء الاعلاميين النهارده قبل ما نبدا الاستفسارات الخاصه بيهم. يعني في البدايه يمكن شيء بشيء يذكر، ما خدناش وقت طويل في الحاجه في الامور التفاوضيه مع مستر مارتن، يمكن الامر كان شبه محسوم من البدايه، اسم النادي ومكانته وهو كمان امكانياته وقدراته، ان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه. ما خدناش حوالي بتاع 10 ايام او اقل من كده بشويه. مدة التعاقد كلها هتبقى سنة ونص بإذن الله، هتبدأ من فعالياتها من آخر ديسمبر إن شاء الله، يعني ممكن 27 أو 28 بيكون موجود هنا في كقيادة فنية للفريق، هتمتد الموسم ونص، ينتهي بموسم 2019-2020. وطالما ذكرنا بعض الأسماء اللي زي كده لكن أو الأحداث اللي شبيهة في الجزء ده، لازم كمان نتكلم على أهمية المرحلة وأهمية التواجد فيها وأهمية المنظومة ككل، سواء كانت من الأجهزة الفنية أو من اللاعبين. كل اللي نقدر نقوله أو نوعد بيه إن احنا إن شاء الرحمن اللي جاي بالنسبة لنا يبقى أحسن إن شاء الرحمن. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ. بالتأكيد كلمة للسيد مارتن لاسارتي في بداية المؤتمر، تفضل. Buenos días y agradecerles a toda la presencia. صباح الخير، وهو بيشكر الحضور الكريم. ¿Por qué elegir al Ali? هو اختار الاهلي ليه؟ Es un gran club, un grandísimo club. هو نادي عظيم ومن اعظم النوادي الموجوده في المنطقه.
con una gran historia ليه تاريخ عظيم y con grandes objetivos وأهدافه عظيمة برضو cosa que a mí me gusta y que me agrada y que estoy acostumbrado وهو عجبه ان يكون ليه أهداف عظيمة النادي نفسه ليه أهداف عظيمة وده اللي عجبه وهو متعود على كده ان هو يختار الموضوع النوادي اللي ليهم أهداف عظيمة vivo el fútbol con pasión هو بيعيش الكورة بشغف y la idea lógicamente es venir aquí a ganar وهو جاي مصر عشان يكسب هو جاي عشان يكسب ¿En qué cosas nos vamos a apoyar para ganar? الوسائل اللي تدعمنا عشان نكسب. Lógicamente en el trabajo. في الشغل طبعا. En un plantel de futbolistas muy rico, muy bueno. تشكيلة لعيبة تكون كويسة وجاهزة. En el entendido de que cada uno tiene que hacer su trabajo. ومفهوم من ده ان كل واحد يبقى يعمل شغله كما يجب. Joven. Experiente, estrella o recién iniciado. لاعب صغير السن أو كبير أو نجم كل واحد لازم يقوم بواجبه. Todos tenemos que entender que somos un grupo, un plantel. كلنا فريق واحد مجموعة واحدة. Para la consecución de esos objetivos. عشان نوصل للهدف بتاعنا. Y el otro punto hablé del trabajo, hablo de los jugadores. El otro punto es el espíritu del club. روح الفريق ده حاجة مهمة. Cuando uno gana. لما بنكسب cuando uno consigue objetivos ونوصل لأهدافنا en equipos muy grandes de mucha popularidad في فريق مهم وكبير وليه شعبية كبيرة la gente está contenta el aficionado está contento ده بنوصل لسعادة الجمهور واللعيبة كمان la gente que confió en uno el presidente Sayed كل الناس اللي بتثق فيه وفريقه lógicamente van a estar satisfechos هيكونوا راضيين عن الشغل اللي بيعمله y por supuesto nosotros como cuerpo técnico y los jugadores también lo vamos a estar وكل الفريق الفني هيكون سعيد بالإحراز الأهداف اللي هو بيسعى ليها tenemos muchas ganas de empezar عندهم إرادة كبيرة إن هم يبدأوا y lógicamente queremos que la cosa funcione que salga bien así creemos وهو عاوز إن كل شيء يطلع كويس هو ده هدفه إن يبقى فيه مكاسب مع الفريق وده هدفه الأساسي. شكرا سيد مارتن لاسارتي لو في أي استفسار عند حضراتكم في ورق تم توزيعه يا ريت اللي عنده أي سؤال يبعته لنا. الأسئلة اللي وصلتنا السؤال الأول للسيد مارتن لاسارتي بيقول حضرتك هل كنت بتتابع الكرة الإفريقية بشكل عام والكرة المصرية بشكل خاص وإيه هي أبرز معلوماتك عن فريق النادي الأهلي؟ Bueno, lógicamente el crecimiento, la globalización que el fútbol ha tenido en los últimos años. El fútbol حاليا هي رياضة عالمية وبيتابعها. Obliga a estar informado. بتجبره إن هو يكون على علم ودراية بالوضع اللي موجود. Pero en este momento, lógicamente, uno necesita más. في الوضع الحالي محتاج وقت أكتر طبعا وإن هو يشوف أكتر. La historia del club. تاريخ النادي. No hace falta que yo la diga, o sea, uno mira una lista de los equipos más ganadores de la historia. تاريخ النادي مش محتاج إن هو يتكلم عنه لأن هو 10 فرق من أكتر الناس إحرازا للبطولات من ضمنهم النادي الأهلي طبعا. Y a la lista presente. الأهلي موجود في الليستة دي من أكتر النوادي اللي أحرز بطولات على مستوى العالم. Eso habla por sí solo. وده بيتكلم عن نفسه، النادي نفسه بيتكلم بيحدث تاريخه بيحدث عن نفسه. السؤال الثاني السيد مارتن لاسارتي برضه بيقول حضرتك هل كان في شروط فنية للتعاقد مع النادي الأهلي سواء خاصة بتشكيلة الجهاز الفني؟ algunas condiciones de la gente pusiste tú pusiste algunas decisiones especiales no creo haber puesto ninguna condición especial لا ما حطش أي شرط للتشكيل الفني vamos a venir con nuestro grupo de trabajo con nuestro staff هيوصل هيجي مع الفريق بتاعه الستاف بتاعه اللي هيساعد pero creo también en el sentido de pertenencia وبي هو بيؤمن بالانتماء اللي موجود للفريق
y por lo tanto también va a trabajar con nosotros dos entrenadores del club. عشان كده في اثنين مدربين مصريين هيشتغلوا معايا برضه. En el entendido de que eso es beneficioso para nosotros. ودول هيكون مفيدين للفريق نفسه. السؤال اللي بعد كده في كلام كتير اتقال عن اكتشاف السيد مارتن لاسارتي للعديد من النجوم على مستوى العالم زي سواريز وزي جريزمان. عايزين نعرف اهم النجوم اللي اكتشفهم، وهل ده معناه انه بيحب يدي فرصه دايما للناشئين في الفرق اللي تولى تدريبها؟ vengo de un fútbol donde la darle oportunidades a los jóvenes. هو بيجي جاي من عالم في بيدي فرص للعيبه الجداد. Es cosa de todos los días. ده بيحصل معاه كل يوم. He sido afortunado, el afortunado he sido yo en realidad. كان محظوظ de haber tenido en el camino en este caso primero a Luis Suárez. ان في طريقه اكتشف سواريز. Y después a Antoine Griezmann, ¿no? وGriezmann también. En realidad los buenos son ellos. والحقيقة ان هم اللي كويسين وهم ظهروا في طريقه. Pero sí me gusta la posibilidad, si veo talento, si veo personalidad, si veo deseo, me gusta darle la oportunidad al joven. هو يحب ان هو يكتشف حد يكون عليه شخصية ولعيب موهوب وبكده يقدر يساعده. كلام كتير اتقال عن طريقة اللعب اللي بيلعب بيها السيد لاسارتي، خاصة الاهلي فريق بطولة ودايما بيحب يلعب الكرة الهجومية. عايز يعرف تعليق حضرته ايه واي طريقة هيلعب بيها مع النادي الاهلي. Bien. El hecho de haber trabajado en diferentes sitios, en diferentes lugares, ان هو اشتغل في اماكن كتيرة وبلدان كتيرة ha hecho de que uno de alguna manera aprenda a utilizar diferentes formas, diferentes sistemas. ده بيساعد ان هو يستخدم طرق مختلفة في شغله وتكتيك مختلف. Siempre creo, yo por lo menos, que primero están los jugadores y luego el sistema y no al revés. هو يعتقد ان الاول اللعيبة وبعد كده التكنيك بتاع اللعب. Es muy importante hacer un diagnóstico, observar lo que uno tiene. الاول لازم يدرس اللي عنده وبعد كده يقرر التكنيك اللي هيستخدمه. Para elegir el sistema adecuado. ويستخدم التكنيك المناسب. Seguramente en algún caso será un cambio no brusco, será un cambio que se va dando poco a poco. Si es que lo hay el cambio, ¿no? بيقول ان التغيير في التكنيك مش هيكون شديد في الاول، ممكن يكون تدريجي، حاجه يقدر يغير في التكنيك اللي بتاع اللعب. No sé, por decir un ejemplo y de los números, en Europa es muy común jugar 4-2-3-1. في اوروبا بيلعبوا 4-3-1 4-2-3-1 y en Latinoamérica 4-3-3 في لاتين امريكا 4-3-3 elegiremos el más adecuado. هيختار الطريقه المناسبه لمصر. دي اول مره يشتغل فيها السيد لاسارتي في قاره افريقيا، هل هو شايف دي ممكن يكون مشكله بالنسبه له؟ Es la primera vez que trabajo en África. También una primera vez que trabajé en Europa. وكان في أول مرة يشتغل في أوروبا. También es la primera, en algún momento fue la primera vez que trabajaba en un equipo grande. وأول مرة يشتغل في فريق كبير كانت برضو في تاريخه. Siempre hay una primera vez. دائما في أول مرة. El tema es cómo uno se adapta a esa oportunidad. أهم حاجة الواحد بيستخدم الفرصة دي إزاي. Quería esa oportunidad. كان عاوز الفرصة دي. La tengo. وهي في إيده دلوقتي. Y no la voy a desperdiciar. ومش هيفقدها. أكيد مستر مارتن كان عنده دوافع خلته يقبل مهمة تدريب الأهلي في هذا التوقيت، عايزين نعرف من حضرتك أبرز هذه الدوافع. Elegí al Ali, ya lo dije. إن هو اختار الأهلي. اختار الأهلي. Porque es un equipo grande. لأنه نادي كبير. Muy grande. من أكبر النوادي. Con gran historia. تاريخه عظيم. Y con grandes objetivos, que juega por objetivos importantes. وأهدافه كبيرة وهو ده السبب اختياره للأهلي. El que vive el fútbol con pasión. اللي بيعيش الكورة بشغف. Seguramente pone ese ítem por encima de todos de otros. بيحط ده قدام عينيه دايما وهو بيسعى له. في زميل آخر بيسأل حضرتك بيقول لك زي النهاردة من 12 سنة
17 ديسمبر 2006 فاز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية، وجمهور الأهلي يحلم دايما بتكرار هذا الإنجاز. هل توعد جمهور النادي الأهلي بالفوز بدور أبطال إفريقيا والعودة للمشاركة في مونديال الأندية؟ las promesas son promesas y no no está yo prometo trabajar الوعود mucho. الوعود دايما موعود، لكن هو يوعد ان هو يعمل ويشتغل. Ojalá que podamos conseguir esos retos, ¿no? وبيقول طبعا يتمنى ان هو يكسب ويوصل للبطولات دي. Pero sí prometemos trabajar mucho para conseguirlo. لكن هيشتغل، يوعد ان هو يشتغل بجد، وهو ده الاهم حاجه. زميل اخر بيسال حضرتك، هل شاهدت مباريات لفريق الاهلي في الفتره اللي فاتت وأبرز انطباعاتك عن الفريق؟ Qué impresión. Bien. He visto seis partidos y medio. هو شاف ست ماتشات ونص. Tengo más material. عنده material ماتشات تانية. He visto al equipo digamos de forma irregular en algunos partidos bien. شاف الماتشات الغير اعتيادية للأهلي وماتشات كان هو كويس فيها، y en otros con cosas para mejorar. وماتشات تانية كان محتاج ان هو يحسن من أدائه. Pero fundamentalmente es importante para la visión del futbolista, la cuestión individual también. بس ده رؤية لاعب كورة يعني، وعشان كده هو بيقول ان هو كان في أوقات محتاج ان هو يحسن من الأداء في اللعب. زميل آخر بيسأل حضرتك، بيقول لك النادي الأهلي ضم ثلاث لاعبين في الفترة اللي فاتت، هل السيد لاسارتي هيكون له دور في الصفقات اللي في الفترة اللي جاية؟ وهل طلبت ضم لاعبين بعينهم للنادي؟ Seguramente nosotros recién llegamos, pero seguramente en la elección de algún futbolista que pueda llegar al club. أكيد في اختيار أحد لاعبين الجداد للأهلي. Tendremos nuestro protagonismo, nuestra postura junto con, bueno, lógicamente con Sayed, ¿no? Con Mr. Sayed Abra. هو هيكون لي دور مع مستر سيد وإدارة النادي. في سؤال تاني بيقول لحضرتك، النادي الأهلي أكيد هيكون في بعض اللاعبين هيمشوا في يناير اللي جاي، هل الفترة اللي جاية كافية إنك تحكم على مستوى اللعيبة اللي ممكن تمشي؟ El fútbol como la vida, el كورة زي الحياة، muchas veces no es justo. مش دايما بيكون عادلة يعني. Aquí lo más importante, هنا أهم شيء، es tomar las mejores decisiones para el equipo. أحسن أخذ قرارات المناسبة للفريق. Bueno, intentaremos con el poco tiempo que tenemos de tomar buenas elecciones. ¿No? هيحاول في الوقت الضيق اللي عنده ياخد أحسن قرارات للفريق لمصلحة الفريق. السيد لاسارتي بيقول لك الأهلي بيعاني من معدل إصابات غير طبيعي في الفترة اللي فاتت، هل تحدثت أو تحدثت معك الإدارة في هذا الأمر؟ Sí, hemos hablado del tema de las lesiones. هم اتكلموا عن المصابين، اللعيبة المصابين. Ese es un tema que siempre preocupa. ده بيقلقوا شوية طبعا. Y bueno, y veremos a ver qué plan podemos o qué estrategia podemos llevar adelante para que esos futbolistas que han sufrido diferentes dificultades. هو هيشوف ازاي يقدر ياخد الخطة المناسبة لتفادي المشكلة دي. No las tengan en el futuro. وعشان خاطر ما نقعش في نفس المشكلة في المستقبل. Por ejemplo, alguna preparación especial con alguno, por ejemplo. مثلا إعداد مميز لأحد اللاعبين، أو هيشوف الطريقة المناسبة عشان خاطر يحسن الموضوع ده. سؤال آخر، زميل بيقول لحضرتك إن النادي الأهلي نادي جماهيره كبيرة جدا داخل وخارج مصر، وهذه الجماهير دايما ما بتقبلش غير بالفوز، هل جماهيرية النادي الأهلي ممكن تكون وسيلة ضغط عليك في المرحلة اللي جاية؟ هو قال قبل كده إنه متعود على En esa lista que yo hablaba de equipos campeones, de copas. El lista اللي هو اتكلم عليها ان هم 10 فرق
اكتر استحواذا على البطولات. Hay un equipo de un país pequeñito. في منهم فريق من قرية من بلد صغيرة. Que se llama Nacional de Montevideo. اسمه الناشونال الأهلي مونتيفيديو. Es el mismo significado además, ¿no? نفس الاسم للأهلي المصري ناشونال والأهلي المصري. Que ha ganado las copas Sudamérica e intercontinentales en más de una ocasión. كسب الكاس في أمريكا اللاتينية والقاري. Y de hecho tuve la fortuna de participar en una de ellas como jugador. وهو لعب في النادي ده لما كان لاعب. Y he dirigido ese equipo en dos oportunidades. وهو أدار النادي ده برضو في فرصتين قبل كده. Sé de qué va esto. وعارف يعني إيه الفوز. زميل آخر بيسأل حضرتك. هل في اي نوع من القلق وانت بتخوض تجربه في افريقيا لاول مره؟ لا ما عندوش اي قلق من الموضوع ده. هل تعد جماهير النادي الاهلي بالحصول على بطوله الدوري او بطوله افريقيا هذا الموسم؟ بيوعد بالعمل. زميل آخر بيستفسر عن العروض اللي كانت موجودة بالنسبة لك في الفترة اللي فاتت التدريب في أحد الأندية. comenté antes, dije antes. هو قال قبل كده. Que valoramos algunas otras opciones. إن هو كان بيقدر جاء عروض تانية. Mi agente está aquí. والوكيل بتاعه هي قدامه. Y nos pareció, estuvimos de acuerdo, de que la mejor era esta, por diferencia, con mucha diferencia. وأحسن عرض جاله هو عرض الأهلي بفرق كبير جدا. Por eso estamos aquí. عشان كده هو موجود معنا. تردد إن كان ليك تجربة صحفية وكتابة مقالات صحفية في إحدى الصحف، هل تنوي تكرار هذه التجربة إعلاميا؟ لا ما كانش عنده أي ما عملش كده قبل كده ما كتبش في الصحافه. سلام قدوس. في سؤال اخر بيسال حضرتك عن هل حددت نقاط الضعف في فريق الاهلي لما شاهدت المباريات في الفتره اللي فاتت؟ Los puntos del equipo del Ahly. Seguramente no todos. اكيد طبعا بس مش كل النقاط. Pero en los partidos que vi, las imágenes que vi. الماتشات اللي شافها والصور اللي شافها. Creo que hay algunas cosas que podemos mejorar. هو اكيد ان في حاجات لازم يقدر يحسنها في الفريق. زميل اخر بيسال امتى بدات مفاوضات النادي الاهلي معاك وامتى انتهت بالموافقه؟ Hace no muchos días. مش من وقت بعيد. No recuerdo con exactitud, pero مش فاكر بالظبط امتى. Creo que 7 días atrás o una cosa así, o 6 días atrás. حوالي 7 ايام او 6 ايام من دلوقتي. في زميل اخر بيسال حضرتك عن الحضور الجماهيري المحدود في مباريات الدوري العام وبطولات افريقيا هنا، هل انت بحاجه لجمهور النادي الاهلي يكون موجود كله في المدرجات؟ dije antes también que uno de los puntos para ganar, para apoyarnos en ganar, أهم النقاط للفوز era el espíritu del club. هو روح الفريق. Dentro de ese espíritu داخل هذه الروح está la gente, está la afición. الناس والجماهير. Está su energía. والطاقة بتاعت الجماهير. Y lógicamente cuando uno quiere ir para arriba y necesita ir para arriba. ومن الطبيعي لما حد يكون عاوز يصعد necesita esa energía. بيحتاج هذه الطاقة وهذا الدعم. Así que en la medida que nos acompañen بالوسيلة اللي هم يدعمونا فيها todo va a ser mucho mejor. دايما هيكون أفضل بالنسبة للفريق. جماهير النادي الأهلي وهي منتظرة تسمع حضرتك النهاردة أكيد حابب تقول لهم رسالة قبل ما تبدأ المهمة في المرحلة اللي جاية. bueno, diría que nos tengan un poquito de paciencia. يصبروا علينا بس شوية. Fundamentalmente al equipo, no a uno, al equipo. على الفريق. مش عليه هو. Vuelvo a decir que vamos a trabajar mucho. هيشتغل بجد. Para conseguir los objetivos. عشان يوصل الأهداف اللي todos queremos. اللي احنا عاوزينها كلنا. Y estoy seguro y convencido que los vamos a conseguir. وهو مقتنع وواثق إن هو هيقدر يوصل الأهداف دي. Nada más.
بس خلاص. زميل آخر بيسأل عن موعد سفره عودته لبلاده وموعد رجوعه علشان يتولى المسؤولية بالنسبة لفريق الأهلي. Sí. Nosotros retornamos mañana. هما هيرجعوا هو هيرجع بلده بكرة. Y volvemos el día 28. وهيرجع للمسؤولية بتاعته يوم 28 إن شاء الله. Teníamos algunas cuestiones ya resueltas para hacer y no la pudimos cambiar. عندهم حاجات لازم مهمات لازم يخلصها ويرجع يوم 28 ان شاء الله. 28 estamos aquí para empezar. هيبدا 28 ان شاء الله. شكرا للسيد مرضي اللاسرتي. في تيشيرت النادي الاهلي هداء من الكابتن سارب حفيظ. جميل. لا الاسئله كلها مكرره. لا مش اتفضل قول اسمك. استاذ بين بنيدو. مقتضيات نجاح اي مدرب وقال له هو استشار حد لما تم عرض عليه تولي مسؤوليه الاهلي في الشغل ده شكرا لك 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 vemos que el club incluso está haciendo algunos cambios. El Ahli بيعمل تغييرات كبيرة, تغييرات مهمة. Va a quedar muy bien. وهتبقى حاجة كويسة جدا. Y bueno, y mientras tanto nos vamos a adaptar a lo que el club nos pueda dar, ¿no? حاليا احنا لازم نتوافق مع اللي موجود ونتعامل معاه. Respecto a los rivales. بالنسبة للمنافسين. Tenemos material. عندنا الماتريال material. Para observar, para valorar, para diagnosticar. عشان ندرس المنافسين. Al igual que tenemos material lógicamente nuestro, ¿no? El ala. وعندنا الماتيريال بتاعنا اللي هو هندرسه برضو. Bueno, y hay un en el club existe gente que nos va a proporcionar información. وفي الفريق بتاعنا في ناس هتمدوا بالمعلومات. Sobre estas cosas. عشان عن كل اللي انت قلته ده. Ayer de hecho ya tuve una reunión con alguien. احنا بدأنا فعلا امبارح بالموضوع ده. وبدا يستلم داتا ومعلومات عشان يقدر يدرس الفريق والفرقه المنافسه كمان. اكيد في كلمه اخيره للكابتن سارب حفيظ في نهايه هذا المؤتمر. سواريز استشار سواريز. سواريز هو اللي قال له امسك. رجاله يعني عشان ما نطولش لان احنا كمان عندنا ماتش النهارده. يعني عايز اقول بس حاجه مهمه جدا بعد ما سمعنا مستر مارتن. يمكن احنا دايما بندور على حاجه مهمه جدا هي شخصيه النادي او هويه النادي. هو ده دايما كلمه السر او الحاجه اللي بتميزنا دايما. يعني اوكي الشخصيه القياديه بقى, الشخصيه التنظيميه, الشخصيه الفاعليه, الشخصيه الايجابيه, كل حاجه في الشخصيه سواء كانت في المسؤولين او كانت في اللاعبين. كل اللي نقدر نتكلم عليه او نقوله تعقيبا, مش هضيف كتير على الراجل قاله, احنا هنكون احسن من خلال ثلاث عناصر بداناها حتى في المرحله. لعيبه مميزه, لعيبه راجعه من اصابات, لعيبه جديده, وده مهم جدا. يناير ان شاء الرحمن بالنسبه لنا هيبقى حاجه كويسه قوي. هوضح بس حاجه لان مهم جدا ان احنا نقولها. يمكن الفريق الاول مع مستر مارتن وانا وباقي الجهاز وفرقه الشباب بقياده الكابتن عادل عبد الرحمن كمان هنبقى في متابعه مهمه جدا, لان انت في الاخر بتتكلم على السلم الاخير للدرجه الاولى من خلال الكابتن عادل عبد الرحمن, الشخصيه بتاعه الاهلي اللي تمثل الاهلي مستقبلا. في حاجه مهمه جدا برضو عشان ما حدش بيبدا من الصفر, احنا بنيجي نكمل على اللي قبلنا واللي بعدنا هيجي يكمل على شغلنا, فلازم الحاجات دي تكون مهمه جدا ومتواصله جدا على عبر الاجيال. مهم جدا ليا ولغيري واللي بعدي واللي قبلي وهكذا. يمكن مفاوضاتنا مع مستر مارتن كانت 6-7 ايام. طبعا كان في ترشيحات حوالي 2 أو 3 مدربين, لكن تم الاختيار من قبل كابتن محمود الخطيب المشرف عام على الكوره ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي مستر مارتن. لكن لازم كمان يبقى في شكر واجب لبعض الناس اللي اشتغلت بشكل كويس, هدفها كان الاهلي, منهم كابتن محمد فضل في صفقه محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو اللي موجود في كابتن عادل القيعي مسافر وخلص. الاثنين لهم كل الشكر والتقدير. في كمان يعني كابتن علاء مهوب في صفقه محمود السلمي للراجل الفلسطيني. في كمان يعني هيثم عرابي
في دوره اللي عمله في مارتن، كل دول ساهموا بشكل كويس قوي. وهنا انا بقول محدش بيبدا من الصفر، كلنا بنيجي نكمل على بعض، اللي جاي بعدي واللي جاي بعدي لازم هيبدا ويكمل عشان سياسه النادي او شخصيه النادي ان شاء الرحمن باذن الله. بدايتنا كانت في الفتره العصيبه اللي مر منها 5 مباريات، هنكمل ان شاء الرحمن بالنهارده. انا متاكد ان احنا هننجح ان شاء الله، والراجل ده باذن الله كل الدعم والمسانده ليه، كل الامور الخاصه بالفريق ان شاء الرحمن مش هنبخل عنها ابدا ان شاء الله. اخيرا تيشيرت النادي الاهلي اهداء من الكابتن سيد حفيظ للسيد مارتن لاسارتي، تيشيرت بيحمل رقم 5 وهو الرقم المفضل للمدير الفني الجديد للنادي الاهلي. بيقول ان هو تخين شويه على التيشيرت دي. ماذا سمي لها بطنبو؟ تسيل مهناري يا رب. اي يا رب. كل الشكر لحضراتكم، كل الشكر للزملاء الإعلاميين والصحفيين والمصورين وكل اللي شاركنا فعاليات هذا المؤتمر الناجح بفضل الله. بالتوفيق للسيد مارتن لاسارتي في مهمته مع فريق النادي الأهلي، وكل الدعم والمساندة من مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكورة لتحقيق أمال وطموحات جماهير النادي الأهلي التي تستحق الكثير والكثير بإذن الله. شكرا لحضراتكم جميعا.